بين لهجتي الترغيب والترهيب، توجه الولايات المتحدة رسائل إلى إيران كي لا تتدخل في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في غزة، في وقت يترقب العالم بحذر سيناريوهات انزلاق حزب الله في حرب مع إسرائيل. ضيفي في خلينا نحكي عبر لبنانيز دريم نيوز ايجنسي، رئيس تحرير موقع اي ام لبنان، الأستاذ توني أبي نجم. أهلا وسهلا فيك أستاذ توني أبي نجم. قبل الحديث عن السيناريوهات المرتقبة إن كان في المنطقة أم في لبنان، لكن السؤال بدي بلش فيه لو سمحت عن حراك القوى اللبنانية غير حزب الله، القوى يعني النيابية السياسية، الأحزاب، أين القيادات المسيحية مما يحصل؟ هل فقدت الأحزاب المسيحية زمام المبادرة؟ وكأنك عم ترد علي بهالابتسامة. لا، لأنه بالبلد أستاذ فادي عندنا رئيس حكومة ولو مستقيلة. لما سألته إحدى الزميلات إنه عن قرار الحرب والسلم، قال لها وين عايشي؟ بالنتيجة الكل بيعرفوا إنه لما الكل تخاذل وترك حزب الله يقوى ويتحكم، ساعة منعمل معه حلف رباعي، ساعة منرفع شعار محاولة لبنان حزب الله، ساعة منعمل مساومة إنه يتركوا له القلبي الشيعية ما تقربوا عليها، كنا مثل يلي عم بيترك سرطان يتفشى بالجسم اللبناني. واليوم وصلنا لمحل بيته الكل وكأنهم عاجزين عمليا. اليوم لا في قرار 1701، يعني 1701 الحلو فيه انه بيحكي عن منطقة عازلة جنوب الليطاني، مطرح ما مفروض يكون في بس جيش لبناني ويمنع على اي قوى مسلحة تكون موجودة. شو اللي عم بتبين؟ انه مش حزب الله وجماعته جابلنا كل فرقة حسب الله، ساعة بتسمع آل القومية بدهم يعملوا، ساعة صاروا الجماعة الإسلامية، ساعة بلا زغرة يعني هيدا اسمه شاكر البرجاوي يلي سجله حافل، ويلا هلا الحلو بحزب الله انه بيتخبى دايما ورا هوليك، يعني عمليا انه هو مثل ايه بباط، والكل اذا بيطلع عبالك انت تطلع تكب كاتيوشا كورنات خبرية فيك تطلع تتسلى، لانه تركين جنوب ساحة مستباحة. وللأسف لا في يونيفيل عم بيقوموا بدوره فعليا، ولا الجيش اللبناني قدر يقوم بدوره، لانه رجعنا حولنا الجنوب عن جديد الى حماس لاند هالمرة، من بعد ما كنا تركناه يصير فتح لاند قبل الحرب اللبنانية، وكأنه التاريخ عم بيرجع يكرر حاله، او يعني الجماهير اللبنانية وبعتذر على التعبير الغبي عم ترجع تكرر ذات الاخطاء. بيطلع حدا بيقول لك انه ليه المسيحيين عم ياخدوا هالمواقف، لازم مدري شو يتضامن. نحن المصالحة الفعلية بلبنان بال2005 كانت على قاعدة لبنان اولا، يعني لبنان قبل كل القضايا اللي معقول حدا يطرحها شو ما كانت. ما في حدا يطلع يقول لي فلسطين قضيتي، ولا فلسطين اولا، ولا غزة اولا، ولا يصير عم بيتاجر بالقضايا ولبنان طيب مش موجود بالحسابات طيب. وبالتالي هون الاشكال مش بالاحزاب المسيحيه اللي صارت صوره اذا بدك مصغره عن كمان حاله الدوله العاجزه. المشكل يعني الاحزاب المسيحيه اليوم عاجزين بكل اسف. امبارح سمير جعجع للاوريون لجور عم بيقول نحن قال كمعارضه بطل عن مش قادرين بقى نعمل شيء، لقد قضى الامر، لم تعد المعارضه قادره على القيام باي شيء. هيدا هو تقلك شغله، هيدا الكلام بفهمه أنا بالسياسة، يعني بفهم بالسياسة يقول بظل الوضع الحالي مش قادرين نعمل شيء. ولكن أنا بالنسبة لي الموضوع اليوم منه موضوع سياسة بين هلالين، الموضوع موضوع وجودي، وبالتالي في مسؤولية على سمير جعجع وعلى سامي جميل وعلى ميشيل معوض وعلى كل السياديين بالبلد، إنه في منطقة إذا نحن مش قادرين نحمي كل لبنان ونحيد كل لبنان، على الأقل في مناطق أقل واجباتنا نحميها، وأقل واجباتنا نحيدها، وأقل واجباتنا أنه نمنع استعمالها تنجر كمان الحرب على هالمناطق. يعني من شو بنعمل؟ أقل واجباتنا أنه نحميها أكيد طيب. وبدنا نحميها. بارح فاتوا
على عوكر كسروا قيموا لقيام الشبيبة. وأنا عم بقول لك يعني من اليوم ورايح ما مفروض بقى تقطع أي خبرية مثل هيدي بلا ما يكونوا اللي إجوا انتبه بعوكر ولا ببيروت مطرح ما كسروا كمان ماكدونالدز وغيره. كل حدا بده ينزل يكسر مفروض يتكسر من الآخر. مين بده يكسر؟ شباب المنطقة وين ما كان. وأنا رح كون أول واحد بأي منطقة بده يصير فيها هيك. ما مفروض حدا يجي تيكسر إلا ما يتكسر. وهيدي التفصيل أستاذ فادي أنا عم بحكي نحميها ميدانيا بمعنى أوسع، بمعنى ما تكون مستباحة هالمناطق لا تنغطسها بالحرب، لا تنجي تصير ممر لسلاح الميليشيات يلي حبها تقاتل. وصلنا عم نسمع هيدي منطق على طريق القدس انه فايلق القدس غافي واجبتنا نحنا نروح مدري شو نعمل. في عن جد شيء محاولة لمش انطورية البلد. شو الالية حتى نحمي؟ شو هي الالية حتى ما نغطس هذه المناطق بالحرب في حال الدلع؟ الاحزاب المسيحية عليها تنسق بشكل مباشر مع الجيش اللبناني من أجل هيدي المناطق يلي هي ما مفروض يكون لها علاقة بالصراع تكون مناطق محيدة وخارجة عن أي تدخل لحزب الله يلي ممكن حزب الله أو غيره من الميليشيات يلي عم بتنبت شمال يمين لا جر المعركة لهون. يعني ما بدنا يلي عم بيصير برمانج يصير بكرة لا بطبي ولا بجل الديب ولا بجوني ولا بجبيل ولا بكفر دبيان ولا بتنورين ولا طب اهالي الرماشي عطاردون وفي مناطق كمان ان كانت معلها خلينا نحكي مثل الامور مثل ما هي قرى مسيحيه وقرى سنيه وغيرها من القرى يرفضون ان ياتي عناصر حزب الله بغض النظر عن عداوتنا للعدو الاسرائيلي ما اختلفنا في محاوله لمنع اطلاق صواريخ من هذه القرى. لكن الامور تتذكر شو صار بشويه يا استاذ فادي؟ أيه. وقت هيدا نموذج من اللي أوكي. صار جابوا رجمي وبعدين يزتوا صواريخ من قلب الضيعة تصدوا له نهر الضيعة. المطلوب اليوم انه بكل منطقة بدوا يجربوا يعملوا هيك يتصدوا له. هلأ حبين الشباب من بيوتهم بالقرى الشيعية يكبوا صواريخ يصطفلوا شو بدنا نعمل؟ لسوء الحظ هو ما مفروض يكونوا يصطفلوا ومفروض الجيش واليونيفيل يطبقوا القرار 1701 لسوء الحظ ما عم يطبقوا. خيبك ولع بيتك روح ولعه. انا عمليا ما بدي ولع بيت. طيب توني عم تطرح شعارات كتير مهمه ويعني مش شعارات لا مش شعارات انه مقاربه مهمه انه يجب على هذه المنطقه ان تحمى على هذه الاحساب ان تحمي هذه المناطق ان تحايد هذه المناطق في الوقت يلي الاحزاب السياسيه ملتهيه بانتخاباتها التنفيذيه انتخابات جامعيه هيدا ما بيمنع هيدا. طيب عظيم بس نحن في حرب بدأت يعني طبول الحرب بدأت تقرع في ما في شيء بيلغي شيء. طيب يعني ما هو الحلو انه كمان في انتخابات نائبة محامين اكيد مظبوط كمان مظبوط تشرين الثاني مظبوط وفي انتخابات هيئة تنفيذية للقوات اللبنانية اللي هي بالمناسبة مؤخرة 10 سنين اساسا وبالتالي لا بالعكس هيدا زيادة الخير خير. الانتخابات الطلابية اثبتت انه القوات اللبنانية تملك التمثيل الصاحب طيب. بالجماعات المسيحية وبالتالي طبعا. هيدا بدنا نصرفه على الأرض عظيم هيدا بحمل مسؤولية هيدا بدنا نصرفه على الأرض. بدنا نرجع شوي نستعيد نبضنا وعنفواننا يلي طول عمره بيميزنا. بدنا نرجع نستعيد الدور المسيحي السيادي ما نرجع نستعيد منطق الجبهة اللبنانية بمعنى كمان يكونوا متعاونين مش بكرة يفوتوا ببعضهم الأحزاب المسيحية. وبالتالي بهذا المنطق بدنا نروح باتجاه حماية المناطق المسيحية والقصة منا معقدة. انت اليوم لما بتجي بتقدر تفرض هيبة ووهرة بمنطقة معينة ما بيعود حدا يفكر يجي يتطول عليها. كيف بدك تفرضها بلا سلاح؟ ما هي مش ضروري تكون وقتها بتكون انت بحرب. ساعات الشباب حاملين سلاح انه اذا حدا بده يجي يتعدى عليك بسلاح شو بتعمل؟ بترش طيب عليه وردة او ماي مصلاية؟ يلي بده يفوت علينا بسلاح بده ينرد عليه بسلاح بكل بساطة. هالقد المعادلة بسيطة. اذا حدا فيت عليك على البيت بسلاح القانون يجيز لك استعمال السلاح تتحمي حالك وبيتك.
هل قد المعادلة؟ هل قد وصلنا لمطرح انه انت عم بسأل عم برد على سؤال لك؟ انا بالنسبة لي بعوكة ما كنت بحاجة لسلاح، كنت بحاجة لخمسين شاب وخمسين عصاية ويردوا الشباب مكسرين. ليش ما نزلوا؟ بقيوا ما كان معروف انه بعوكة. خلينا نيجي نقول بوقتها الحمد لله انه الجيش رجع اتدخل وعمل يلي لازم، وقال لك ان ساعتها في اضطرار حدا ينزل. اليوم بدنا نفصل ما بين المستوى السياسي والاعلامي يلي كل واحد بحق له يتضامن مع غزه ومع القضيه الفلسطينيه ومع يلي بدك اياه، هيدا بالنتيجه في بين التعاطف الانساني والتعاطف المبدئي، وفي جانب منه تعاطف ديني واللي بدك اياه. حق كل انسان يكون عنده الموقف يلي بده اياه بهذا الموضوع ويكون في تضامن قد ما بدك. مثلنا مثل السعودية، مثل قطر، مثل الكويت، مثل الإمارات، وبالتالي على هذا المستوى ما حدا عم بيناقش. يعني في يكون عندك الموقف يلي بدك إيه، إنما لما بدك تنتقل من المستوى السياسي والإعلامي لتيجي تفتح لي فرقة زجل بجنوب تسمع عم بينبتوا من هون ومن هون ومن هون، وساعة هيدا عم بزت كاتيوشا وهيدا عم بزت هاون وهيدا عم بكب كورنات وفاتحين نحنا، ونرجع نسمع إنه شو على طريق القدس. يا حبيبي لا بدنا نحرر القدس ولا حدا طالب منك ولا حدا بهم الموضوع، بدنا نجيب كهرباء، بده يكون عندنا مستشفيات. لما انت بدك تيجي تخبرني عم تحرر القدس بدك تكون عم امن حد ادنى من مقومات الصمود، مش عامل انفاق مثل ما عملوا بغزة تا انت تحمي حالك وتبيد الناس. مش مهم، لا الناس مش ارقام والبلد بمقوماته مش ارقام. نحن اليوم بنحمل يا اساس فادي يرحلنا كمان 10-15 مليار دولار خسائر إذا مش أكتر. مين بيحمل؟ نحن نحمل هلأ ما تبقى من معامل كهرباء من وراء إرس جبران باسيل إنه كمان تنباد، أو بنحمل تنضرب عواميد الإرسال بالاتصالات والتليفونات، أو بنحمل نحن لا سمح الله تنضرب مؤسسات الدولة ما تبقى من مؤسسات؟ أكيد لا، بس بمقاربة حياد هذه المنطقة أن تبقى محايدة، يعني ما تفوت بهذا الصراع. اعتبر قطعت شاحنة محملة بالسلاح في هذه المنطقة اللي حضرتك عم تحكي، لازم تتكسر أو ممكن مثل ما صار بالكحالة لازم يتكسر فيها، وممنوع تقطع من الأساس. فهموا شباب ما عندهم سبب تقطع، لأنه المد هو سواء من الضاحية باتجاه الجنوب طريق سالكة آمنة، وسواء من بعلبك بقاعن يبعدوا زحلة، يعني بيمروا على الحلقة بسراد يروحوا لهونيك، ما حدا يفوت على قلب المناطق لأنه بيكون عم بيستدرج رد. يعني لما عملوا جماعة في استنفار بهذه المناطق لمنع، أنا عم بدعي بتمنى يكون فيه، وعم بدعي وعم جيش تيكون فيه، وعم بقول كل شاب مسؤول وما حدا ينطر تعليمات، كل شاب مسؤول يتحمل مسؤولية وما يخلي يصير فيه استباحة للمناطق، لأنه لن ينفع الندم بعدها. ما بدنا نوصل نرجع نقول يا ريت وكان لازم. عم نقول من هلا وبشكل مسبق انه ما لازم نخلي مناطقنا تكون مستباحه لحزب الله، لانه ساعتها تتوقع اي رد فعل. يلي من بعد العمليه يلي عملتها حماس ب 27 الاول، انه الشباب ما كانوا متوقعين رد اسرائيلي انه بيفوتوا بيقتلوا 1300 واحد، وانه بعدين يا ويل الاسرائيليه مدري شو عملوا، انه العدوان الاسرائيلي شيء جديد. يعني بس لما حدا بيجي انتقد جماعه حماس انه هن تخبوا وهربوا 100%، هن عاملين انفاق وحاطين مونه لالهم ومامنين اخبارهم، وبعدين الناس ينجاب اجلها مش مشكل. لا بدكم تسمحوا لنا المسؤوليه انك تكون مسؤول عن الناس، مش تخبرني انه نحن بنعمل مساواه بالدمار. بدي ارجع للسياسه اساسا، كل شغله بيتهدم عند الاسرائيليين ما عندهم مشكل يرجعوا يعمروها ويكون ماشي الحال، وعندهم دعم أمريكي غربي قد ما بدك. نحن مين رح يعمرنا؟ شو بيعملوا الشباب؟ ب 13 آب 2006، يعني قبل بالنهار، ب 14 آب الساعة 7 كان بدء وقف الأعمال العدائية. ب 13 آب بيطلع حسن نصر الله وبيخبرنا، وعمليا كان متوجه لأهل الجنوب، ما تخافوا في ميل طاهر وشريف بده يعمر. اليوم مين بده يعمر؟ شو بده يخبرهم؟ يعني مين بده يتحمل مسؤولية أي شيء بظل الأزمة الاقتصادية العالمية يلي ما حدا عم بيساعد حدا؟ طيب بالحراك، كيف تقرأ حراك
جبران بسيط، بارح عند فرنجية، قبل عند بري، مئاتي، جنبلاط. جبران بسيل بتعرف هيدا التاجر رخيص، الكوميسيانجي رخيص، عم بيجي يستغل الوضع الكبير بالبلد تيجرب يعمل كوميسيون على ظهر هيدا الوضع، بلكي فينا نطير عملية التمديد لجوزيف عون. هالقد حجمه وهالقد صغره وهالقد كوميسيانجي رخيص، شو عم بيعمل جبران بسيل؟ اساسا عم بخالف كل قوانين. يعني جبران بسيل ساعة بيطرح انه لازم الضابط الاعلى رتبه، وقصده عن بيير صعب، انه هو يستلم من خارج قانون الدفاع ومن خارج شيء، لانه قانون الدفاع كتير واضح بيحدد مين بيتسلم قياده الجيش، اللي هن حصرا قائد الجيش وفي حال غيابه لاي سبب من الاسباب رئيس الاركان. جبران بسيل بجرب يخترع انه ليه ما بنعمل مثل ما صار ببقيه المؤسسات، لانه بقيه المؤسسات بتحكمها غير قوانين الجيش اللبناني، وقيادة الجيش اللبناني بيحكموا قانون الدفاع حصرا، مش مزاجك يا جبران بسيل. لا، وبيخترع بجولته. شو جرب يطرح كمان؟ انه منستدعي احد الضباط من الاحتياط يلي تقعدوا من شي سنة، انه منجيب هيدا ومنرجع منسلمه. جبران بسيل كل همه شغلتين، يقصي جوزيف عون عن الساحة لسببين، لانه جوزيف عون مرشح كتير قوي للرئاسة، ولانه جوزيف عون منعه يتدخل بالجيش اللبناني. ومن تاني مين بده يجيب ضابط يكون عنده ولاء كامل لقله تيرجع يحول الجيش اللبناني على طريقه عمه بالزمان لميليشيات بخدمته. رح نقول له ببساطه فشرت. والحلو لما بيتقاطعوا، بتعرف هول اتفقوا على 99% امبارح، جبران بسيل وسليمان فرنجيه. هلا 99% يعني اتفقوا بسيل مع فرنجية على انه بسيل فاسد مثل ما بيحكي فرنجية عنه انه المرضى، واتفق كمان فرنجية مع بسيل انه هو يعني فرنجية واحد ما خرج يعمل رئيس ومش نافع على شيء. ما هو دي بده يكونوا اتفقوا عليهم، لانه 99% اثنيناتهم كانوا يحكوا هذا الحكي 100% يحكي. وبالتالي تخيل بالتقاطع هيدا بيطلع سليمان فرنجية بيقول ايه نحن ضد التمديد لجوزيف عون. ما هو سليمان فرنجية كمان يلي قال انا مرشح بعدني، يلا بتشلولي منافس جدي كتير منيح. الشباب صغار اثنيناتهم، لانه هيدا صغير وهيدا اصغر من صغير، شو بيعملوا؟ انه نحن مش حريصين على البلد اكتر من حسن نصر الله ونبيه بري. لك صحيح، لانه انتو صغار عندهم. هيدي المعادلة، لما انت بتحط حالك حجمك هالقد قدام حسن نصر الله ونبيه بري، لا، حسن نصر الله حريص على مصالح ايران مش على لبنان. حسن نصر الله لما بخبرني انه صار رايح له 50 شاب على طريق القدس، مش موجود لبنان بالمعادلة، ما في لبنان. نحن اللي بيعنينا لبنان. الفلسطيني شو بيعملوا بالقدس وشو بيعملوا باراضيهم حقهم، ما حدا عم بينقشهم. نحن مشكلنا من زمان كان يا اساس فادي انه لبناني ضل لبنان، ويروح اللي بده يحرر يحرر من ارضه. طيب ما حدا خبرنا. والحلو وين؟ انه كل هودي ارباب الممانعة يلي عم بيزرفوا اليوم دموع التماسيح على اطفال غزة وعلى اهل غزة، هن زيتهم شاركوا او زقفوا على الاقل لإبادة اطفال سوريا بالكيماوي وبالبراميل المتفجرة من حلب وحمص ودرعة وصولا لأقصى الشمال السوري. هودا هن زيتون كانوا متحالفين وعم بزقفوا لإبادة أطفال سوريا. طيب بالسياسة، هل نحن على أبواب بعد حرب؟ بعد خليني أقول لك شغلة، لأنه راقبت أنا باجتماع الاستشاري للحكومة وغيرها، أنه عندك وزير دفاع عنتر استشرس سامع ذكر انت اسمه وزير الدفاع موريس سليم، يعني هيدا العبقري. ولك حتى تشوف قدي هيدا وزير دفاع لا بيعرف بالقانون ولا غيره، بيطلع بالبيان تبعوله انه هو يعني عمل حضر شيء واحيل هيك الاوراق، احيل نسخة عنا لقيادة الجيش مع انه ما خصها. بوقت قانون الدفاع كتير واضح بيقول التعيينات يلي بتصير لرئيس الاركان ولا اي شيء بمجلس العسكري
تتخذ بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع بعد استطلاع رأي قائد الجيش، يعني غصب عنه، ما زال ما بيفهم بالقانون. واللي بيعجبوني هني يلي شو بيعملوا، صلاحياتي وانا ما بتنقوا صلاحياتي، تفضل ما بدي اعمل شيء، روح انضب. هل لبنان معرض الى ان ينغمس في هذه الحرب؟ هل المعارك ضمن قواعد الاشتباك ستمتد كالعام 2006؟ يا استاذ زاني، هلا استاذ فادي يلي بيعتبر انه لبنان بعد ما انغمس بيكون ما عم بيقرا سياسه. طيب وقت تحكي عن قواعد اشتباك، اساسا هيدي مهضومه، قواعد اشتباك بين الجيش الاسرائيلي وبين، يعني متفقين عليها، وبين حزب الله. اوكي، دائما نحكي عن قواعد بين عدوين. هلا مسيب هالقواعد الاشتباك، صار رايح له لحزب الله 50 ما بعرف هلا شو الابديت الجديده. ومن ثاني مالك شو هالقواعد الاشتباك، يعني اساسا هيدي مسحه. ثاني شيء شو عم بصير، الطرفين وكانه مبسوطين يخلوا جبهه جنوب على نار هاديه هلا بانتظار التوقيت. ما نحن من ميلة حزب الله، انت سمعت حسه لحسن نصر الله؟ لا، كان مفروض عنده كذا اطلالة لغيهم، لانه مين اللي عم بيحكي ومين اللي عم بيفاوض؟ عبد اللهيان وخامنئي. حسن نصر الله ما له دور بالموضوع. عبد اللهيان هلا بنيويورك يا حوي، قال رايح تعمل مفاوضات ليشوف يشوف شو بده يعملوا بالمواجهات بين اسرائيلي وحماس. ما فهمت، وعلى اساس صليب احمر او قوات. طيب هذا اللي بيخدنا على مطلع، لما بيجي عبد اللهيان بخبرنا انه الرد حتمي وساعه، خلال ساعات وساعه ما بعرف شو، مين اللي عم بيحكي باسم فرع الحرس الثوري بلبنان؟ مش حسن نصر الله، حسين امير عبد اللهيان، لانه هذا حزب الله جزء من الحرس الثوري الايراني. وبالتالي اليوم اذا بدك تعرف ايمتى وكيف، بدك تسأل الاسرائيلي وتسأل الايراني. طيب، ومش تسأل حزب الله. طيب اليوم في رسائل انه الولايات المتحدة لا تريد المواجهة مع ايران، لا شك انه هناك في طاولة مفاوضات، وحضرتك حكيت عن دور لعبد اللهيان، وقد يكون هناك شروط ايرانية كي لا تتدخل في الحرب، لان دائما عم بيقولوا ايران لا تتدخل في الحرب. شو هي هذه الشروط؟ هل هناك من شروط؟ هل هناك من أوراق وضعت على الطاولة؟ استاذ فادي، تاريخيا وبكل مرة إيران تستثمر بالدماء العربية، صحيح، اللبنانية والسورية واليمنية والعراقية والفلسطينية لتحقيق مكاسب لها. طيب يعني أنت انتبهت أنه كل الدول العربية شهدت تظاهرات مؤيدة لغزة إلا إيران. إلا بإيران، بإيران صار في تظاهرة واحدة ضد تدخل الحرس الثوري بما يجري، وإن وقفوا تبعتوا مصاري لهونيك. فإذا إيران الوحيدة المشمعنية، إيران تستثمر بالدماء العربية من أجل تحقيق مكاسب سياسية لها. اليوم بالمعادلة في وضع تغير، عنا إدارة بايدن ضعيفة، أكيد ما بدها حرب، بعده بديرة بالكواليس باراك أوباما، لأنه هي إدارة امتداد لإله. إنما الأرضية من تحت كلهم بدون حرب. القواعد الأمريكية في العراق وسوريا بآخر جمعة تعرضت ل 13 هجوم. الأمريكاني مضطر بعد مجموعة كتير كبيرة من القوى العسكرية، من القطعة البحرية، من جيرالد فورد وأيزنهاور ومجموعة كتير كبيرة، بلش يتواجد بقواعده باليونان، عم بيستعمل أرسل عدد كبير من الطائرات القتالية، حرك كل المجموعات تبعيته، مضطر. هل هن عم بيصلوا ما بدهم الحرب تتوسع، إنما رح ينزلقوا لألا حتما، لأنه اليوم في معادلة الحرب آتية حتما بكل أسف. بتمنى ألا تأتي، ولكن بين الأمنيات وبين القراءة الموضوعية، في عملية الاجتياح البري لغزة يلي حاصلة، يعني بتتأخر جمعة اثنين شهر يوم اثنين، لا اعتبارات ما شفنا مبارح في بداية محاولة جس نبض على الأرض،
في يعني عم نقرأ عن إنه كنا بحالة انتظار لتجهيز كل يعني القبة الحديدية الموجودة فوق إسرائيل تتوسع يمكن تشمل كل القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة وغيرها. هيدي استعدادات للحرب، والمشكلة عند حزب الله كتير كبير وإيران، يعني لأنه إذا صار اجتياح غزة برا يعني قطع راس حماس بالكامل، شو بدهم يعملوا الشباب؟ إذا ما تدخلوا بالموضوع رح كل أزرع إيران تقول ليكو شو صار بحماس، لي بدي أرجع أنا أدفع ثمن، وبالتالي انكسرت الهيبة الإيرانية وأكلوها كف كتير كبير كل المحور. والمشكل إذا تدخلوا الشباب عارفين إنه الكف ممكن يكون لحقهم ونفوت بمشكل كتير كبير، برجع بقول مش معناته والله إنه هن ما ممكن يأذوا الداخل الإسرائيلي بصواريخ وغيرها، إنما لما بتفوت بحرب بنذكر إنه الحكومة الإسرائيلية الموجودة ما نعمل مثل من سنة 67 لما صار في تغيير حدود. يا جماعة يلي بده يحركش بصور هائج بده يتوقع نتائج. إنه أنا بستغرب لما حدا بينصدم من الوحشية الإسرائيلية، ما نحن مجربينها، نحن أكتر ناس مجربينها بلبنان بال93 وبال96 وبال82 وبال78 وبكل وبال2006، والفلسطينيين مجربينها. إنه عم نتفاجأ، هلأ نحن كنا تفاجأنا لو 27 الأول فاتوا الشباب من كل الجبهات، ولو بوقتها فاتوا الشباب وربحوا على الإسرائيلية صحطينا قلبهم. ما نحن صار لهم وعدينا مدري قد ايه اساس فادي بدهم يكبوا اسرائيل بالبحر. طيب في مقاربه يمكن تكون صح او لا، مقاربه اليوم في طلب من ايران ان لا تتدخل في الحرب، لكن لا شك انه ايران لديها شروط كي لا تتدخل. قد يكون الملف اللبناني احد هذه الشروط، قد يكون مثلا مرشح نعمل تسويه على ظهر لبنان، نعمل تسويه على ظهر لبنان، او قد يكون مرشح حزب الله في مقايدة مع الحرب، يا حرب يا سلمان فرنجي مثلا. هل إيران اليوم قادرة على المقايدة؟ هذا هو السؤال. إيران بتقايد مش على رأس غزة، على رأس حزب الله وعلى رأس الحوثي وعلى رأس الحشد الشعبي. المهم قد ايه بتقبض؟ هؤلاء الجماعة بحكوا سجاد، تخلص السجادة ببيعوها، يعني مش هدفهم يكونوا يعرضوها. وبالتالي اليوم في وضع إيراني داخلي منهك اقتصاديا، أخذوا 6 مليار أو بعدهم هلأ بطور أنه ياخدون عبر القطريين، اليوم بعد عندهم أكثر من 100 مليار على الأنين، وبعد بحاجة لرفع العقوبات عنهم تيتنفسوا كرمال الحصول على هيد الشروط. ببيعوا أمه، مش أنه حزب الله ما عنده المشكلة. بس هون بدي أقول لك شغل يا أستاذ فادي، اليوم بالمعادلة اللي خلقوها ما بقى اليوم قصة هن والأمريكاني، وهن مبارح أكلوها بوكس كتير كبير بأمريكا، تم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأمريكي يلي هو ضد أي اتفاق مع إيران للآخر، وبالتالي بايدن صار عنده مشكل ما بيفهم بموضوع أي اتفاق ما بقى في مرقه. طيب خليني أروح لو سمحت إلى فقرة بفقرة اكس. في اجا كتير ردود على كلامك اللي قلته على الام تي في، اذا ولعت حرب مع اسرائيل ما حدا راح يحضنهم، يعني انت كنت قاصد بيئة حزب الله. وافقك توني اكيد لا ما راح نحضنهم، اخر شيء اذا رجعت الحرب شوفوا انتوا عاية دولة بدكم تهاجروا، لانه الحرب هالمرة بوجه اعداء الخارج وعملاء الداخل، مدام ما عم تتأدبوا خلص الغنيش. مين هيدا؟ هيدا دايما موجود كحالي طيار، يعني بالجاني، يعني فيك بروفايل. لا موجود موجود موجود، دائما بشوفه دائما بينتقد، بس انه مش معناتها فيك بروفايل. هلا هيدا اول شيء عظيم، بس انه في حدا كاتبه يعني هيدا. خلينا نتفق اوكي، انا بعدك عم تخبرني انه صار في انتخابات طلابيه بالجامعات. هلا بحسب معطيات المتواضعه العونيه تبخر، هذا كونه طيار العونيه تبخر بالانديو بالاليو وباليو اجي كمان، كانوا مهضومين عم بيقولوا جبران انه الازيب بدها ترجع قلعتك انقلعوا منها.
رح تبدا هودي انا رح اقول لك من الاخر استاذ فادي. في ناس من اهلنا بجنوب هودي اهلنا. انا ابن جنوب. بس اذا حدا فكره انه هودي جماعه المستكات يلي كل يوم والتاني بجربوا يهبطوا حيطان على اهلهم بعين الرماني وبالحدد وبالاشرفيه وغيرها وبجربوا يتبهوروا ويلي بيقتلوا عثمان سليم ويلي بيرتكبوا الجرائم ويلي بيرتكبوا السرقات هودي بده يجوا على المناطق. لا هودي ما هن بيقولوا له سنخوض البحر معك يطلعوا يخوضوا البحر معه مش يصيروا بده يجوا لهون. تاني شيء انت قصدت اذا بعد هيدا او اي حدا بالتيار عنده بيت ونص بالمنطقه حابب يستقبلهم فيه يستقبلهم ويتحمل المسؤوليه. بس انا اللي عم بقول لك كل الناس يلي هن خير وبركه منا من اهل جنوب يلي هن طالع دينهم من حزب الله اكثر منا هودي اكيد بيوتنا ومناطقنا مفتوحه. بس كل جماعه الزعران والكابتاجون والموسيكات واللي بيقضوها يعتدوا على الناس هلا يجربوا يحطوا لي هيك علامات ملائكيه وانه بده ينزل ويتخبوا هون. لا معلي تويتين وتقول لك شغله شو كلنا بنعرف بعضنا لانه هودي كلهم موجودين من مواقع التواصل ووجوههم معروفه من وقت ثوره 17 تشرين لكل الممارسات يلي عملوها. تخيل الشباب يلي كانوا برفقه شحنه سلاح تبع الكحاله يلي بالمناسبه بعد ما رجعت للحزب هي معلومه ايه بعد ما رجعت للحزب رغم كل محاولات فادي حقيقي بعد ما رجعت للحزب بقى اذا هودي بده يجوا يتخبوا عنا لا مش محلهم هناك. الثاني غاز عطيه او شيء هيك يعني واحد طالع ريحته مين بده يحضنك؟ واذا فكر هيك وعم تتعامل كعدو فكرك بوقتها بتسترجي تفتح تمك كرمال ما حدا راح يحضنك منهم حتفتش كيف بدك تهرب ما راح يرحموك. يا سيدي جيب لي اول شيء رجال يحط اسمه وصورته انه بيبقوا كلهم بسينات متخبيين ورا فيك بروفايل وعم بيهددوا. في فيديو كتير مهضوم بذكرني بوضعهم هودي وبوضع حتى حزب الله واسرائيل عم بيمرق كتير على السوشيال ميديا. هودي الكلبين يلي في بيناتهم سياج ما بعرف شفتوا بريال بيكونوا مسكرين له سياج وبيكونوا عم بيعووا ما بعرف شو بيفتحوا سياج وتفضلوا بيسكتوا كل واحد بدير وجهه الثاني مايل. يعني يا اخي حدا يحط لي صورته يقول اسمه ما انا بشوف اوقات ناس انه عم تهاجمني. اخي ما اول شيء استرجي قول انت مين. يعني ما تبقى جبان ومخبى ورا فيك بروفايل وما في ما في شيء وترجع تعمل عنتر. يعني طيب بعد في وحده هذا اردني معروف الممثل كل حزب او واحد يطالب بتطبيق ال 1701 اللي كنت عم تحكي عنه ببدايه الحلقه صهيوني وسخ مجوي خان. انا عم طالب مش بس بال 1701 بال 1559 كل اراضي دوليه اوكي. بس انا لحد معلوماتي حزب الله عم يطالب بال 1701. اذا بتطلع بكل ادبيات حزب الله هو يطالب نبيه بري يطالب بال 1701 جبران باسيل معلمه لهيدا بيطالب بال 1701. هلا اللي بيحب يبزق على حاله يبزق. نحن عم نطالب علنا بتطبيق كل قرارات الشرعيه الدوليه وعم نطالب بتطبيق كمان كل قرارات الشرعيه العربيه. طب ليش قال رودني صهيوني وسخ مجو خير؟ هلا بده بيفهم شو بده اعمل له؟ يطالب ال 1900 كل حدا بدك تحاسبه على قد ما الله عطيه، يعني من عقل من وين جيب له يعني؟ طب اذا لا بيقرا ولا بيتابع ولا بيعرف مين عم بيطالب ولا بيعرف شو هلا هو فكره عم بيرد على سمير جعجع لانه قال لازم نطالب لازم نطبق 1701 مش عارف انه معلمينه ويلي كان مدعي انه رئيسه ميشيل عون والكل كل قرطة حنيكر تبعيتهم مطالبين بال 1701 بس اعطيني عقل وحسبني شو بدك تعمل. طيب فقرة ثانية مين بتختار؟ اوكي بين انطون سحناوي وسمير جعجع من الاكثر برايك اكثر؟ طيب بين انطون سحناوي وسمير جعجع من الشخصيه الاكثر سياديه او من الشخصيه التي تمثلك اكثر؟ اثنيناتهم سياديين كثير
واثنيناتهم بالمعنى السيادي بيمثلون كتير. أنطون صحناوي صديق عزيز كتير وبفتخر بصداقته وبعرف قدي سيادي، وسمير جعجع رأس السياديين بالبلد. وأساساً العلاقة بين اثنين على يعني على الأقل من 2005 لا مؤخراً العلاقة أكثر من ممتازة. يعني هون بالموضوع السيادي ما في مفاضلة، سمير جعجع رئيس حزب طويل عريض وقائد مقاومة عليه عملياً مسؤوليات أكبر بكتير من أنطون صحناوي يلي هو رجل أعمال ومصرفي، إنما كمان منه من اللي بيقولوا لك رأس المال جبان، هو منه جبان. وبالتالي لكن كل يعني واحد عنده دوره ومسؤولياته، لكن بالتكتيك مختلفين، مثلا كانوا مختلفين بالانتخابات مثلا او عادي او يعني حتى بالانتخابات او بالانتخابات. هل فيك تشكك بسيادية سامي جميل؟ لا اكيد عظيم. سامي جميل وسمير جعجع كمان بيختلفوا على كتير تكتيك، انما بالملف السيادي هل في اي شك بسيادية اي واحد منهم؟ لا، انما كل واحد عنده دوره ومسؤولياته. يعني بدي اذكر انه أنطون صحناوي كان الرافعة للويح 14 اذار بالاشرفية بال2005 وبال2009 وبال2018، وبالتالي العلاقة بعرف كيف هي وشو طبيعتها، وبالتالي ممكن يصير فيه تباينات بكثير اوقات. انما بالموضوع السيادي ما بعرف مين على يمين مين. بعرف انه سمير جعجع حجم المسؤوليات الملقاط على اكتافه اكبر بكتير، لانه قلت لك رئيس حزب وقائد مقاومة وحامل ارث من الشهداء ومن المسؤوليات اللي بيخليه يكون عنده مسؤولية اكبر بكتير. صورة تانية، من تعتبر انه الاكثر تعبيرا عن رأي حزب الله او موقف محور المقاومة؟ سالم زهران وإمام وهاب أنا بدي أقول لك ما في حدا منهم بيعبر عن رأي حزب الله أو محور 8 أدار. سالم زهران قد يكون الأكثر اطلاعا على حقيقة الموقف وبالتالي بيقدر ينقل معلوماته عن الموقف بدقة أكثر. غسان سعود شو بو غسان؟ غسان سعود بشغله جبران يعني علقة حجمه. وئام وهاب عنده حالة خاصة يعني. شو هي؟ عنده حالة خاصة يعني. بس هو بيطلع بيحكي باسم المقاومة بيعبر. قال لك عنده حالة خاصة لأنه كتير أوقات بيتميز بكتير مواضيع. يعني هو طلع وحكي وقت عبر الأو تي في أخي اللي بده يعمل حرب مين قادر يعمر ومين لا، يعني عنده أحيانا كتير الجرأة إنه يتميز. وقتها كان عنده موقف كتير شهير بهذا الموضوع، وانه هدول اعصابكم بتروحوا على حرب مين قادر يعمر ومين قادر يعمل. يمكن هون عم بيرد على الناس يلي عم تنتقد حزب الله انه هو بعد ما لا دخل لا بالحرب. هو عنده بكتير احيان راي قد يتميز فيه عن حزب الله او عن محور في تميز أحيان. بينه وبين محور المقاومه لا انا عم بقول عنده بعض الاراء اللي عم بقول لك انه حاله عنده بعض الاراء يلي بيتميز فيها عن يعني منه كوبي كونفورم يعني منه نسخه وحده، ما عنده بعض الاراء اللي بيتميز فيها. بس برجع بقول لك اكثر حدا يمكن مطلع على حقيقه موقف المحور هو سالم زهران. طيب غسان ما حكيت عنه شو؟ والله ما في شيء محرز. ليه؟ هو زميل صحافي كمان عنده كتابات. ما هو المش اذا بتراجع كتاباته ساعات بيكون عم بشبع حاله. خبرنا انه سمير وستريدا بده يطلقوا من 10 سنين بال2013 تتذكر؟ طيب. أنا طلقت وأني بعد ما طلقوا. طيب الفقرة الثالثة، إذا كنت قاضي، إذا كنت قاضي بشو بتحاكم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله؟ أول شيء أنا ماني قاضي وما بعتبر اني مؤهل تحاكم الناس. يعني مفروض اي قاضي اذا بده يحاكم اي حدا بده يحاكم استنادا لنص القانون اي قانون.
بهيدا المعنى إذا بتقلي بموجب القانون اللبناني بيطلع حسن نصر الله منتهك القانون بمواد كتيرة والدستور بأهم مواد فيه، وبالتالي إيه تجوز محاكمته استنادا إلى الدستور، إلى مخالفته للدستور والقوانين. مخالفته للدستور بأنه عنده ميليشيا مسلحة من خارج الدستور يلي بيحكي عن حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، عنده تبعية للخارج بشكل مخالف لكل القوانين، في متهم الميليشيات تبعيته متهم بارتكاب جرائم مدانة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي كتير جرائم كمان مرتبطة باسمهم. ما بدنا ننسى تفجير مقر المارينز بلبنان، كنا عم نذكر من يومين كمان استهداف مركز المظليين الفرنسيين بلبنان، وبالتالي في سجل حافل من الجرائم خلال الحرب وما بعد الحرب. يعني عم نحكي اليوم، مش انه والله قصص قطعت بموجب قانون العفو. يعني جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مدين فيها، في حكم صادر عن اعلى محكمة دولية. شو الحكم برأيك انت كقاضي؟ انا مني قاضي، وبالتالي انا عم بقول تجوز محاكمته نظرا الى كل هذه الارتكابات ونظرا الى انه لليوم عم بيعرض شباب اللبنانيين واهل المناطق الحضوريه بجنوب لكوارث كتير كبيره نتيجه ارتهانه للقرار الايراني اللي هو ما بيخجل فيه. يعني هو بيعظم لسانه بيقول اذا هيئ لنا ان الولي الفقيه في ايران يرغب بشيء هيئ، يعني مش ضروري يكون بده، فنحن ننفذه. وبالتالي هو عمليا جزء من هذه المنظومة الإيرانية، من الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي هذه بحد ذاتها يعني جرم يعاقب. صورة تانية من المعروف خالد ماشي بده يطلع يخبرنا هلأ كمان لو كنتوا عالم بعد هجوم 7 أكتوبر بده يطلع يخبرنا لو كنتوا عمل ذات الخطأ برأيك؟ ذات الخطأ وين دخلك؟ وين قاعد هو؟ بقطر؟ بقطر بأوتيل 5 ستارز وماشي حاله، والناس عم بتموت بغزة. يعني هيدا بالنتيجة مجرم حرب بكل معنى الكلمة، ما عنده مشكلة. ما بدنا ننسى أساس فادي في إرز، لأنه بيجي بس بقرة هيك البعض بصير يتهم الموقف المسيحي اليوم إنه هودي عم بيرجعوا لوقت الحرب. شو هني وقتها بيرجعوا بيخبرونا عن فلسطين قضية واخبار، بيكون عم بردونا لأول الحرب وما قبل الحرب. بس الأهم بدي أذكر بحادثة هذه مسجلة موثقة وقت الهجوم على تل الزعتر لتحرير المخيم من الميليشيات الفلسطينية اللي كانت موجودة. بيصير في اتصال على اللاسلكي بين أحد القادة داخل المخيم وأحد المسؤولين الفلسطينيين، يمكن أبو عمار بوقتها، انه المخيم سقط عسكريا، خلينا نسلم تنوفر وحقنا للدماء. بيكون الجواب لا، بدي يموت ناس بعد تقدر حرك الرأي العام. هيدي من التاريخ اللبناني. لسوء الحظ بعدهم اليوم بيعملوا ذات الشيء، بعدهم اليوم بدوا الناس تموت تجربوا يكسبوا بالرأي العام، لانه الناس كأنها أرقام. وهيدي تجارة بالدم. مش معناتها الإسرائيلي مش مجرم وما عم يرتكب، ولكن هن بدهم بعد يعظموا المأساة، يموت ناس أكتر بكتير، يصوروا أفلام لمأساة الناس تيتاجروا فيها ويحركوا الرأي العام. ولسوء الحظ ما بدنا ننسى، يعني نسيلي أنا شو بقول عنه، خلي محمود عباس يخبرك عنه وبيكفي وبيوفي. يعني يلي عملوه بالفلسطينية هن من الانقلاب يلي مارسوه بغزة ومن ثم كيف حكموا غزة لليوم، تعرف شو وضع أهل غزة. صورة بنيامين نتنياهو مجرم حرب، يعني مجرم حرب مش من اليوم، تاريخه حافل، وبالتالي بده محكمة دولية تليق فيه، مش محاكم عادية. بكفي أساسا انه حتى جماعته الإسرائيلية مش طايقينه وبدهم يطيروه. المشكل هل هو قدرنا أساس فادي
ندفع ثمن انه نحن عايشين بين مجرمي حروب يعني؟ لا، نحن لازم يكون عندنا خيار غير بالحياة. تتذكر شعار 2005 I love life؟ والله العظيم نحن ناس منحب نعيش مش هواة موت. هذا الشيء ما بيعني انه اذا اجى حدا بده يقرب علينا، على بيوتنا، على عيالنا، على مناطقنا، انه نحن مش مستعدين نستشهد كرمال نحمي عيالنا وبيوتنا ومناطقنا. وقت عم بقول هيك ما عم بقول انه انا ساعتها بسمح لحالي نفذ اجندة خارجية. بال2006 دفعنا 1200 ضحية بلبنان و15 مليار دولار والتدمير رجعنا مدري قديه، لانه كان وقت المصلحة الايرانية تقتضي، لانه كانوا بدهم عندهم مهلة بدهم يسلموا اجوبة لوكالة الطاقة الذرية انه يعملوا معركة الهاء بمحل ما. دفعنا احنا الثمن. نحن مش مضطرين، لانه حتى بالحسابات الاستفادية الخبرية بوقتها انه بدنا نحرر اربع اسرى منروح 1200 ضحية بلبنان. يعني هيدا مثل اللي عم بيشتري سيارة رونالدوز ويدفع 10 مليون دولار انه انا تشتريتها الخبرية. لا، في هون مسؤولية كبيرة كبيرة. انا بدي اشكرك استاذ طوني ابي نجم على هذه الحلقة. شكرا مشاهدينا، شكرا على المتابعة، وايضا تابعونا في حلقات لاحقة. الى اللقاء.